كلنا تابعنا هادشي اللي وقع للفريق ديال النهضه البركانيه، واكيد هادشي ماشي جديد لانه سبقات احداث اخرى. كلنا كنتفكروا ملي المنتخب الوطني ما قدرش يشارك في كاس افريقيا للمحليين لنفس الاسباب التافهه. واش هاد الناس خرجوا جميع الاوراق ديالهم؟ ما بقى عندهم باش يخلقوا الحدث؟ قطعوا البحر، الارض، الجو، الغاز، الماء، الريح، وما كفاهمش، بقى ليهم غير الرياضه. راه هادشي عيب وعار على المسؤولين الجزائريين. والسؤال هنا هو ايوا من بعد ضجه كبيره، والمستفيد الوحيد هنا هو اتاي التحميس، لانه ما كاينش قوه خارقه في العالم اللي ممكن انها تنزح خريطه المغرب من صدور ومن قلوب المغاربه. ايوا اش هاد الصراعات الصبيانيه وهاد العقليه القديمه بزاف. والصراحه ما بقاتش شكون غادي يربح في الاخير، واش بركان اولا النظام الجزائري؟ راه ولينا اضحوكه للعالم بهاد الصراعات الصبيانيه الغبيه، بحال شي واحد مصارع مع داك الجار ديالو الشيباني اللي كل نهار كيلقى ليه مشكل غير باش يعصبو، والمفروض عليه انه يدير ليه خاطرو، لانه كيف ما كنقولوا حنا المغاربه واش حتى هذاك الدعلي. شكرا، سلامه.